اليوم احنا متواجدين في المؤتمر الصحفي الخاص بنادي سيراميكا كليوباترا الوافد حديثا للدوري الممتاز. نادي سيراميكا كليوباترا اليوم بيعلن عن صفقاته الجديدة. صفقات سيراميكا كليوباترا بلغت 20 صفقة للموسم الجديد ما بين لاعبين مصريين، يمكن أبرزهم محمد إبراهيم، رجب بكار، صالح جمعة، محمد حسن، وكمان لاعبين أفارقة من كوتيفوار ومن غانا. تعالوا معنا نشوف تفاصيل المؤتمر والإعلان عن اللاعبين الجدد. اشمعنى اخترت السيراميك كليوباترا؟ والله بصراحه بسبب الظروف كلها،
حرب. تخرج من نادي كبير زي نادي الزمالك لازم تختار المكان الصح. كده اللي هتعملنا مع نادي الزمالك وخدنا بطولات انه دي تخرج. اول اهم ثلاث حاجات في اي فريق كره قدم عشان ينجح، اداره محترفه ومستقره، جهاز فني على اعلى مستوى، ثالث حاجه لعيبه على اعلى مستوى. فمن ضمن العروض اللي كانت موجوده انا ما لقيتش احسن من نادي سيراميكا، متوفر فيهم ثلاث عوامل للنجاح. ده اللي انا بطمح فيه معاهم السنه دي، عايزين نعمل حاجه محترمه تليق بنادي سيراميكا وبنادي سيراميكا ان شاء الله. خط وسط مدكك بالنجوم، اسماء كتيره على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجوم في خط الوسط، منافسه قويه برضه بالنسبه لك. طبعا منافسه قويه وكلها منافسه لصالح التيم ولصالح النادي. ان شاء الله اللعيبه كلها على المستوى، كل واحد هيبذل اقصى طاقه عنده عشان يقدم حاجه تليق بنادي سيراميكا ونعمل حاجه كويسه السنه دي ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك كابتن محمد حسن لاعب خط وسط نادي سيراميكا. مظبوط، يعني من بدايه موسم الانتقالات وفي تطور بيتم بين سيراميكا كليوباترا وعامل حاجه لدرجه ان معتزل بقى كان معايا على الهواء قال لي هو متعب شويه بس الحمد لله ترمت في الاخر. في النهايه كانت اخر صفقه قبل